نزيد ناكد لك بلي الصوت تاعي راح يروح لسي سماعيل الماس، لكن اعتقد اذا ترشح سي غراس راح نصوت عليه، مع اني صحفي ما لازمش نقول لي ما راح نصوت، لكن ربما راح نصوت. ما استاذ الماس كي تصوت انا نسربي شويه على الصوت، لكن سي الماس اليوم راهو خبير اقتصادي. قبل ما نحكوا شويه على الارقام الاقتصاديه تاع الجزائر، سي الماس دوكا اللي يجي ولا يحلل في الاقتصاد في القنوات الجزائريه مع استثناء بعض القامات الاقتصاديه في الجزائر وبعض الاسماء من بينهم سي الماس، فاليوم واش رايك في هذه الظاهره تاع الاقتصاد ولا مهنه لمن لا مهنه له؟ لا نظن ماهوش شيء سهل، يعني اللي يجي يحلل في مواضيع اقتصاديه نظن بان لازم يكون متمكن، سي تكنيك، ولكن انا نلوم الناس اللي تجيبهم، يعني اذا 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 قناه اللي فتحت الباب للمحلل واستضافته وقالت له تفضل ما يقولكش لا. هذه ولات عندنا مهنه لمن لا مهنه له، موجوده عندنا في الصحافه ايضا، صح في الصحافه. لا انا نقول لك نروح بعيد حتى في السياسه، يعني كاين الناس اللي ما عندهم حتى علاقه مع السياسه. انا سياسي وانا هكذا انا نشوفهم دونك على بها. قلت لي انت سياسه، انا ما حبيتش نتكلم كثير في السياسه في القنوات، لان ماهيش نامن بالسياسه بالجزائر في الحقيقه. انا با دوم بوليتيك حاشا، يعني بعض الاشخاص اللي عندهم نضال قديم ولا حنا ونا شارجي ديميسيون في المجال السياسي، بالتليفون دير هكذا، بالتليفون روح هكذا، دونك ما كانش مواقف صعبه يعني قويه، مواقف سياسيه اللي تسمح لك باش تقول بان عندنا سياسه في الجزائر وعندنا احزاب سياسيه حقيقيه وعندك مشاريع وعندك برامج. واضح. قال لك الاخ انا معه، قال لك ما كانش مشاريع وري لي مشروع سياسي في الجزائر حقيقة مبنية على يعني القواعد المعترف بها دوليا. هاو تاع السي فتحي غراس ربما مشروع. انا تفاجأت اليوم، يعني سمعت شاب، باسكو مازالو شاب، شاب يعني فاجأني، مشيت معه في الطرح تاعو، يعني ذكر نقاط يعني مليحة. هاو ليك شاب فوالا، مي وللاسف اليوم راهو يتخبط مع 60,000 امضاء، غدوه كي يجيب 60,000 يبداو ينحيوا. لا 60,000 بروبليم. هذاك ما داش لا ماجيسكول، هذاك لازم يجيب شويه زياده. لازم زياده، لازم زياده. 70 ويبداو. السيد السيد نعم. كومونسي نو جامي رونونسي. فوالا. السيد الالماس نبداو اول شيء حبيت نحكي فيه معاك، كان واحد القرار وزاري في 26 جونفي واللي يتكلم على رسم اضافي مؤقت ووقائي على 1095 ماده منتجات مستورده منتجات خاضعه لرسم الاضافي. واش راح يكون وقع هاد الرسوم حول القدره الشرائيه تاع المواطن الجزائري اليوم؟ اصلا راهي في تدهور كبير. لا شوف هذا الرسم مشيت معاه، وحتى انا طرحت هذه الوسيله، هي وسيله تقنيه معترف بها دوليا، وين يعني نقدروا تجي هذه الوسيله من اجل ضبط فاتورات الايرادات وحمايه المنتوج الوطني، تشجيع الاستثمار الى اخره. دونك حنا قلنا بان عوض ان نمنع استيراد هذه المنتوجات لانها كانت ممنوعه من الاستيراد، لا سيما 877 منتوج تاع القائمه هذيك لا فاموز ليست هذيك دانترديكسيون كانت تمنع، خلقت لنا بلبله في السوق، شجعت الكابا، شجعت ترابندو، ارتباك في السوق. نعم وتضخيم في الاسعار. قلنا من المفروض ان نروحوا الى وسائل تقنيه منها استعمال هذه الرسوم هذه. انا اذا ذكرت ذكرك يعني قلت تكلمت على رسوم ذكيه، واش محسوب يعني رسوم مدروسه، رسوم اللي ما تقيش القدره الشرائيه، رسوم اللي تحمي الانتاج الوطني، تخلي له هامش مناوره باش يقدر نقوي له القدره التنافسيه نتاعو للمنتوج الوطني مقارنه بالمنتوج المستورد. قلنا كذلك نسمح باش نشجعوا شويه الاستثمار في هذه المجالات، ولكن ما قلناش نقتلوا المستهلك، ما قلناش نضغطوا على المستهلك، وقلنا يعني في منتوجات اللي تكون يعني ماهيش منتوجه محليه. سيد الله اسمح لي، هذه الرسوم راهي على ما يبدو مدروسه، مثلا كان منتجات خاضعه لرسم اضافي مؤقت تومبورير 30%، كان تاع 50%، كان 60%، كان 200%، كان 200%، نعم كان 20%. نعطيك مثال، دوك نعطيك مثال. جيد، تفضل. درنا رسوم على اللحوم البقر، يعني البوفان. وي 50%. علما بان في الجزائر الانتاج المحلي يغطي حوالي 20 ولا 30% فقط من حاجيات السوق. أوكي. هذا واش يعني؟ يعني 70% من حاجيات السوق راهي مستورده. لما دير رسم ب 50% ولا 60% على هذه اللحوم، واش المواطن راح ينظر؟ يرتفع السعر. جيد. قبل ما طبقناها الجزار قال لي 400 دينار ارتفاع في السعر. هذه واحده. ثانيا حنا رانا غالطين، ماهوش غير السعر تاع اللحم اللي يطلع، هاو الدجاج يزيد يطلع.
هاو البي دي طلع بالك سامك يطلع دونك يعني في دونترينمون صافي تناقض سي دالماس لانه مثلا نشوف